اهلا بكم. ارسل لي احد الاصدقاء باور بانك مش شغال من انرجايزر. قدرة الباور بانك ده 20,000 ملي امبير او 20 امبير، فاست تشارجر بقدرة 22.5 واط. قال لي ان هو كان شغال معاه كويس وبيعمل بكفاءة لمدة اسبوع، بيشحن بيه الموبايل اكثر من مرة في السفر، ولكن فجأة فصل باور ومش شغال، مش قابل شحن ومش بيشحن اي هاتف. فاول سؤال سألته له، هل حد حاول يصلحه؟ قال انا فكيته، قلت ممكن يكون في سلكة فاصلة من اسلاك البطاريات او حاجة. فطبعا ده بيضايقني كتير ان حد يحاول يصلح حاجة وهو ما عندوش الامكانيات ولا الخبرة، فبيؤدي لتلف بعض القطع بدون ما يقصد وبيكون الصيانة اصعب. فهنشوف مع بعض النهاردة. الشاحن ده طبعا هو مفكوك زي ما حضراتكم شايفين، واضح من وزنه ان قدرته عالية وسعة البطاريات بتاعته فعلا 20,000 ملي امبير. فهنشوف مع بعض النهاردة احتمالات العطل ممكن تكون من ايه، وهنشوف مع بعض ايه الاخطاء اللي ارتكبها صديقنا اثناء فك الباور بانك. كل ده هنشوفه ولكن بعد الفاصل. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. هنبدأ في استخراج البطاريات والبوردة. طبعا هنا كان في مكان مسامير، صديقنا سهل علينا الموضوع وفكها، ولكن هنشوف نحاول نخرج البطاريات. دايما نستخدم في اخراج البطاريات قطع بلاستيكية، ما نستخدمش اي شيء معدني، لان اي معدن ممكن يتلف البطاريات. كده استخرجنا البطارية السفلية، وزي ما حضراتكم شايفين صديقنا أثناء استخراج البطاريات أكيد طبعا بيستخدم نوع من أنواع الفتحات أو المفكات المعدنية، وبالتالي جرح كفر البطارية. إذا مبدئيا البطارية دي الآلة اللي كان بيستخدمها وصلت لداخل البطارية، وبالتالي البطارية دي خطر وما ينفعش نستخدمها، وبالتالي هنستبعدها، وبكده نكون خسرنا نصف قدرة الباور بانك. في هنا سنسور، ناخد لبالنا هنشيل السنسور ده. وصلنا المكوى تسخن، وتعالوا مع بعض نشوف حالة البطاريات. يعني البطاريات حالتها جيدة. تعالوا مع بعض نوصل حمل. اللمبة دي بتسحب 1 أمبير على 4 فولت أو 5 فولت. هنشوف هل البطارية هتشغل الحمل ده ولا لأ، لأن ممكن يكون البطارية تالفة فولت بدون أمبير. اللمبة اشتغلت، إذا البطاريات سليمة. كده نقدر نقول إن المشكلة في البوردة. أول خطوة هنعملها لازم أجرب عملية الشحن بشاحن 1 أمبير عادي، وتعالوا نوصل ونشوف. مفيش أي استجابة من الباور، ونلاحظ هنا إن ليد الشاحن إضاءته ضعيفة. هنفصل الكابل ونشوف. طبعا الإضاءة رجعت، وأنا كنت قاصد أشحن بيه شاحن عادي مش فاست تشارجر علشان أشوف هل في مشكلة أو شورت في الدايرة ولا لأ. أول ما نوصل كابل اليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين الليد بيضعف مضيء، ولكن إضاءة خفيفة جدا. طيب إذا في مشكلة في الدايرة. قبل أي فحص نفصل البطارية من البوردة. فصلنا البطاريات، وهنفصل البطارية المتضررة دي لأن دي طبعا غير صالحة للاستخدام حاليا.
محتاجين نجري بعض الفحوصات على الدايرة دي. ناخد اللي بالنا من السنسور، هنقيس طرفين السنسور لأن ممكن السنسور لو تالف يسبب عدم استجابة الدايرة. على وضع الأوم 10 كيلو أوم، طبعا ده تمبريتشر سنسور، بارتفاع درجة الحرارة القيمة بتنخفض، إذن السنسور شغال. طيب هنجيب على وضع الصافرة وهنشوف أطراف سوكت مايكرو يو اس بي. مفيش شورت مع الأرضي ومفيش شورت ما بين موجب وسالب السوكت، إذن المشكلة في أحد الأيسيهات، ولكن لو في شورت في البروسيسور أو أي سي الكنترول دي هتكون مشكلة كبيرة. طيب هناخد بعض القياسات وأرجع لحضراتكم. دي الشنت ريزيستور أو المقاومة الفيوزية سليمة، مكثفات أي سي الحماية سليمة. لو أي سيهات مراقبة الجهد والتيار فيها شورت، بيكون في شورت على المكثفات الخاصة بالدايرة بتاعتهم، مفيش شورت في الأي سيهات. اكتشفت في شورت في بنك المكثفات، الدوائر اللي زي كده دي بنسميها كاباستور بنك او مخزن للمكثفات، يعني في البرد الاس ام دي اللي زي كده بنكون محتاجين مكثف مثلا 220 مايكرو فراد، مفيش مكثف سيراميك اس ام دي 220 مايكرو فراد، وفي نفس الوقت مش هنقدر نستخدم مكثف عادي زي كده بسبب مساحة البرد الصغيرة، فبنستخدم مجموعة من الكاباستور توصيل توازي للوصول للقيمة اللي احنا محتاجينها، وبالتالي بيكون في تجميع زي كده مكثفات، المجموعة دي سليمة المجموعة دي تالفة وواضح عليها علامات تحميل، فاكتشفت ان في شورت في المكثفات دي. طيب الاجراء اللي هنعمله دلوقتي عشان نعرف اي مكثف تالف وهل هي المكثفات التالفة أم مشكلة في البروسيسور نفسه هو اللي فيه الشورت ده، فلازم طبعا نشيل المكثفات. هنزود أزدير ممكن بالهوت اير أو ممكن عادي بالمكوة العادية. كتير من أصدقائنا بيقولوا ما عندناش كوية هوت اير، فياريت تستخدم في أغلب شغلك الكويات العادية. ممكن عادي تشيل القطع بالكويات العادية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. قبل ما نشيل المكثفات انا محتاج اسخن على المكثفات، لان ممكن احيانا بيكون في بعض الاسدير متسرب تحت المكثفات، فبالتسخين الاسدير بيتجمع عند اقطاب المكثفات وبيتعالج الشورت، في اكتر من مشكله اتحلت بالتسخين فقط. فقبل ما نشيل المكثفات هنسخن على اقطاب المكثفات لمسه بسيطه كده ونرجع نقيس تاني ونشوف. مازال الشورت موجود، إذن لازم نشيل المكثفات. هنزود بعض الأزدير على طرف من أطراف المكثف وسن الكاوية يكون نظيف، وهنشتغل على مكثف مكثف. نسخن من كل جنب ثانية كده، من كل جنب ابتدى يتحرك هو المكثف معانا. طلعنا اول مكثف. طيب تعالوا نقيس البوردة قبل ما نشيل بقى المكثفات، ممكن يكون المكثف الاول هو اللي فيه المشكلة. بالصدفة كان المكثف الاول هو اللي فيه المشكلة. طيب تعالوا نشوف كده اختبار المكثف نفسه. فعلا المكثف ده تالف. طيب انا هشوف قيمة المكثف، لازم نشيل مكثف تاني علشان نقيس قيمة المكثف.
احد الاصدقاء سالني ازاي اعرف القيمه التقريبيه للمكثفات السيراميك الاس ام دي. اي مكثف حجمه بيحدد جهده وقيمه المكثف، وبالتالي لما يكون المكثف كبير اما قيمته كبيره او جهده عالي، وفي دايره زي دي الجهد لا يتعدى 12 فولت، وبالتالي كبر حجم المكثف بيكون دليل على القيمه وليس الجهد. في بعض الدوائر اللي بيكون فيها فولتات عاليه ممكن يكون حجم المكثف دليل على ان الجهد عالي، ولكن دايرتنا معروف انها لا تتعدى 9 فولت او 12 فولت، وبالتالي جهد المكثف لا يزيد عن 16 فولت. فحجم المكثف ده يعتبر من صفات الاس ام دي الكبيره في الحجم، وبالتالي طالما ان جهده عارفين ان هو لا يتعدى ال 16 فولت فبيكون حجمه الكبير ده دليل على قيمته العاليه. وقيمته العاليه هنا بنتكلم في الاس ام دي اللي هي القيمه من 4.7 مايكرو فراد ل 47 مايكرو فراد للمكثف الواحد. ده لو احنا محتاجين الاجمالي التلات مكثفات يكونوا في حدود ال 100 مايكرو فراد. ده شرح بسيط لكيفيه معرفه القيمه التقريبيه للمكثف او الجهد التقريبي للمكثف بمعلومية عمل الدايرة وجهد الدايرة. فهنشيل مكثف تاني ونشوف قيمته. على وضع قياس المكثف تعالوا نشوف قيمة المكثف ده. اتنين وعشرين مايكرو فراد زي ما توقعنا. اعتقد نستاهل لايك على التوقع ده. 22 مايكرو فراد، إذا إجمالي المكثفات 66 مايكرو فراد. طيب لو مش موجود عندنا مكثف بنفس القيمة دي فإحنا مضطرين نشغل الباور بانك باثنين مكثف فقط، وده لا يسبب أي مشكلة للبوردة. أنا مش متوفر عندي بالقيمة دي. أشوف ده أكبر مكثف موجود عندي حاليا، نشوف قيمته كام. 9 نانو فراد وفي حدود 60 أو 100 فولت، فطبعا ده مش هينفع معانا، احنا محتاجين بالمايكرو فراد. ولكن عن تجربة تشتغل الدايرة ب 44 مايكرو فراد بدل من 66 مايكرو فراد. رجعنا المكثف تاني وهنختبر التوصيلية ونشوف في شورت اللحام مظبوط ولا ده تمام. بتأكد ان الاطراف موصلة بالبوردة ومفيش شورت. طيب الاجراء الحالي ان احنا هنجرب، ولكن لازم نشيل البطارية المتضررة دي. كده فصلنا البطارية التالفة وهنبقي على البطارية السليمة، ولكن طبعا لازم عزل أطراف البطارية بالشكل ده. وهنوصل البوردة، طبعا لازم نتأكد الموجب اهو والسالب اهو. وصلنا طرفين البطارية. طيب بشكل مبدئي المفروض نضغط على السويتش هيدينا النسبة المئوية للبطارية ويشتغل. بسم الله هنجرب. الحمد لله مفيش أي مشكلة تاني، كانت مشكلة مكثف فقط. قاري معانا النسبة المئوية للبطارية 93%. طيب بقينا نجرب الشحن. هنجيب نفس الشاحن
في التجربة الأولى الليد كان إضاءته بتنخفض جدا، تقريبا بيطفي بسبب الشورت اللي موجود في الدايرة. تعالوا نجرب حاليا بعد ما أصلحنا المشكلة. الفليشر ده دليل على عملية الشحن، والليد مضيء إضاءة قوية، وده دليل إن الشاحن مفيش عليه حمل وبيشحن بشكل طبيعي. طيب عايزين نجرب ونشوف هل بيخرج شحن ولا لأ. فصلنا كابل باور وهنوصل اليو اس بي بمنفذ الاوتبوت، وتعالوا نشحن اي حاجة عندنا. نشحن مثلا نفك الكهربي ده، فعلا اشتغل اهو، الليد شغال والشاشة اريا 93%. اذا الباور بانك اشتغل ان واوت، وبكده نكون استعدنا الباور بانك. تعالوا مع بعض نشوف هنقفله، وطبعا هنضع سنسور الحرارة ده مهم جدا. هنجيب قطعة تب حراري ونضعها على البطارية لاستشعار درجة حرارة البطارية. المنافذ كده مظبوطة، هنضع قطعة مطاط بالشكل ده لإحكام الضغط على البطارية وما تتحركش من مكانها. وهنا مكان الشاشة زي ما حضراتكم شايفين اشتغل، ولكن طبعا بنصف القدرة. تمام، أتمنى نكون استفدنا حاجة جديدة من فيديو النهاردة في صيانة الأجهزة أو الباور بانك. ياريت اللي استفاد من فيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.